لا بروف يا اخي نوفل ليكيب نتاعو سرقناهم جا وحده اش معناها جا وحده اليوم نوفل هو ليكيب نتاعو كام ناس كامله معاه وصادق اش معناها جا وحده للحوار للتاسع اليوم خرج من الحوار معناها لقى دي كونديسيون ما خير لقى افاق ما احلى بالك شي غادي كان ما خير ونحيا اخيب وجانا الراجل فكي كوميم لا بروف اليوم هو عامل اوديمات قويه برشا وزاد وقتها ترجع ذيك النوفل لاهي للتاسع للحوار اوديمات تاع نوفل الناس تبع في نوفل تفهم فيا معناها ليه تسعى الحوار واليوم هذيا باش نقولها اون فوا بور توت التلفز والراديوات مش هما يخدموا فينا نحن نخدموا فيهم ونحن نطلعوا لهم في الكتب حبه من حبه وكريهه من كريهه خلاص اليوم الفنانين كي تدخل تحط مجهودها اليوم في الحوار وحتى كي يمشيوا دي زانفيتي انت كي تمشي لانفيتي الحوار ولا التاسعة غيره غيره انت تطلع لهم في الكتب مو مش يخلصوا فيك ويخلصوا من ظهرك داكوردو الفنانين اليوم قاعدة اللي يجي انفيتي واللي يخدم وصادق حلواس نحن قاعدين نعملوا في الاعلام ونحن قاعدين ما يجيش مالوريزمون ما يجيش ما يخلصش مازلنا ماشيين معاكم.